মোহাম্মদ। তোমার কারণে দিল্লাহ সাত জাবে ওয়ালিদুল হাসুল তাকবাল ওয়া ক্বাল আসসালামু আলাইকা ইয়া উম্মা ফাকুল আলাইকা সালাম ইয়া কুরাতাই দি মিসফারাত ফাওয়াদি ফাকাল ইয়া উম্মা ইন্নী আশমু আনদিকা রাহিয়াতান তাইয়িবাতান কানা রাহিয়াতু জিদ্দি রাসূলুল্লাহ ফাকুল তারা মিন নাজাতিকা তাতুল কিসা ফাকুল হাসুন হামিল কিসা ওয়াকাল আসসালামু আলাইকা ইয়া জাদ্দা ইয়া রাসূলুল্লাহ ফাতা জালিম গুলামা কাতা তাতুল কিসা ফাকাল ওয়া আলাইকা সালাম يا ولدي وصاحب عود قد انطلقا فدخلا معه تحت الانتصار اللهم صل على محمد وعلى محمد وما كانت الله ساعة مصاب ولد الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي وقرة عيد بسمرة فؤادي فقال لي يا أمه وإني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله মোহাম্মদ সালাম يا بنت يا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكسار اللهم صل على محمد اللهم اكتم لنا جميعا تحت الكسار أخذ برسول الله بترفيع الكسار اللهم يا بدر من السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت بقاء الشدي وحامة لحمهم لحمة هم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحضنني ما يحضن من أحب لمن حارب مسلم لمن سالبهم وعدون لمن آدى محب لمن أحب منه من إيوان منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعلي مضيبن هم الرسل الطاهر المتقين اللهم صل على محمد الذين هم تحت السلام وقصك بتهيئة والإكرام يقول لك عزتي وجلال إني ما خلق السماء والأرض ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شوط المضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك إن يسر إلا لأجلك محبتكم وقد أذرني دخلا ما قال طاعة يا رسول الله وقال رسول الله عليك السلام يا أمين بحق الله إنه نعم قد ذنت لك فتخرج جبرائيل ومعنا تحت الانكسار وقال لي إن الله قد عليكم نقول إنما جبيت الله ليذهب عنكم ورس عن البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد
رسول الله اخبرني ما عليك بسنه الكتاب من فضل عند الله. قال النبي والذي بعثني بالحق نبي ما استفعني برساله الهديه مالك فهرنا هذا في المعبل بما في الارض في جوم من شر المحبين الا ونزلت لهم الرحمه وحفت بهم الملائكه واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.